السلام عليكم وبركاته يا شباب، اخباركم بخير؟ واليوم معكم جديد. هذا المقطع راح يكون شرح تروفي اللي هو هيت كومبوز او احداث 10 من الكومبوز او نوع واحد من الكومبوز. طبعا الطريق مره سهله وتروفي سهل مره. طبعا اول ما تخش على الصفحه الرئيسيه تروح عند البراكتيك او بالعربي عندك اذا كان عربي تدريب وزي كذا. فا اوكي، طبعا الطريق مره سهله. كل ما عليك انك تا شخصيه اللي هي شخصيه ليلي البنت. راح اوريك الحين اي واحده دقيقه بس. وين هذه ليلي؟ اخذوها لان هذه الكامبو حقها سهل مره. فاخذوا هياشي نفس النظام اللي قبل حق كروب اللي قبل. فا اوكي اختار اي ماب عادي ما يفرق اي شيء. طبعا اذا تبون اكمل على سلسله اللي هو شرح تروفيات وزي كذا مو تحت الكومنتات واصل اكمل. ف ما ادري واحس اني ببدع فيها دي السلسله يعني، فادعموني اذا تبون انزل زياده يعني. اوكي طبعا الكامبو هذه حقها مره سهل، يمديك تسويها سريع سريع. طيب الحين شو تسوي؟ دقيقه خلك كنسل هذا دقيقه. طيب اوكي الحين ستارت عشان تشوف الكامبوز. طيب دي الموف بالليت راح انزل تحت كذا، انزل 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 راح تحصل زي كذا زي الكامبو. دقيقه ايوه هذا هيت كامبو 3 يقول لك هنا اضرب دائره مربع اكس اكس دائره دائره مربع. واحلى طريقه او افضل طريقه انك تسويه سريع سريع انك تصوره بالجوال. فيعني تصور بالكاميرا حق الجوال كذا، تصور الشاشة حق التلفزيون. اوكي طيب انا الحين صورت الجوال. طيب الحين شو تسوي الحين؟ خلي يجي يمك دائرة مربع اكس اكس دائرة زي كذا نفس ذي الطريقة. سوها مرتين او ثلاث مرات لما خلك سريع يعني مو بطيء يعني زي كذا. زي ما تشوفون سويت الكامبو. فهذه الطريقة او هذا التروفي زي ما تشوفون سهل مرة يعني. اول شيء سوى على الخفيف، بعدها تدرب انك تسوي بشكل سريع، مع الوقت راح تعرف له. سوى دي الطريقة او هذا الكامبو مرتين او ثلاث مرات وراح يجيك التروفي اللي هو هيت كومبو. وبس هذا هو كان اليوم شرح اليوم. اتمنى تنزلوا لايك والاشتراك. وبس اذا تبون انزل مقاطع جديدة عن دي السلسلة او انزل شرحات مو شرط حق سكن اي لعبه ثانيه اكتبوا تحت في الكومنتات وتكمل. واكتبوا لي ايش تبون اشرح لكم اللي هو تروفي القادم او الفيديو القادم يعني ايش تبون انزل عن تروفي. وبس تنزل لايك والاشتراك. يلا كان معكم وسمي، السلام عليكم.